السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. أول حاجة غادي نبدأ بها هي داك الفيديو الشهير اللي عطلت عليه ديال يمكن واش الكاتب العام مهم في المكتب ديال يوسفية برشيد اللي اتهم فيه الرجا. جاء القرار ديال لجنة الأخلاقيات بأنه يتوقف لمدة سنة ست شهور ست شهور منها موقوفة التنفيذ، وهذا جزاء لأي واحد تتهم الراجا، مع العلم أننا كاملين عارفين أن الراجا دائما الحكام تيكونوا ضده. زائد أنه المكتب برافو عليه أنه فاش نشر الفيديو خرج أنه دار شكاية لدى الجميع. ثاني حاجة، المهدي موهوب الإخوان، كاين الضوء الأخضر أنه أعطاه طاقم طبي الضوء الأخضر باش يبدأ الترويض. من بعد الترويض إن شاء الله يبدأ يتريني مع المجموعة، نتمنوا ليه إن شاء الله الشفاء العاجل ويرجع لينا. وهنا غادي نطرح عليكم واحد السؤال، واش في نظركم لو كان معنا مهدي موهوب كانت شي حاجه غادي تغير في الهجوم، وكان غادي يعطي واحد الاضافه وغادي ماركي؟ هذا سؤال نتمنى انكم تجاوبوه، ونمشيو للقضيه ديال المدرب يوسف السفري والربط ديالو بالرجاء. الاخوان، اخر اجتماع، يعني ما نقولوش اجتماع، نقولوا مكالمه هاتفيه بين بودريقه وزين باور من بعد الماتش ديال الحسنيه، فبودريقه اكد المدرب انه مازال متشبت به وكيتسنى النتائج تحسن معاه ان شاء الله. والخبر اللي قريته في بعض الصفحات ولا الجرائد ديال يوسف سفريك هو المدرب القادم ديال الرجاء. المعلومه اللي عندي الاخوان، كيف يعني عودتكم فين ما تكون عندي شي معلومه تنحطها لكم. المعلومه اللي عندي بخصوص يوسف السفري، يعني نقولوا منخرطين جوج، واحد الناس اللي تكلموا معاه واقترحوا عليه انه يشد الراجع في حاله انه تمت استقاله او اقاله زيمباور، يعني ماشي المكتب اللي فاوضوا مباشره. هنا غادي يكون واحد السؤال عندكم ديال يقدر المكتب ما فاوضوش مباشرة ولكن خلى واحد الناس كيف كنقولوا يعرفوا يوسف السفري في حالة ما طلبوا منه يشد الرجاء، واش غادي يوافق ولا لا؟ كاينين أسئلة أخرين يقدر يطرحوهم، هذا شيء عادي، ولكن كما قلت لكم المكتب حنا اللي كيهمنا، والخبر الرسمي هو فين تيكون التفاوض ديال المكتب مع لاعب ولا مع مدرب. حاليا الاخوان، المكتب ما فاوضش يوسف السفري، فقط واحد الاعضاء منخرطين فاتحوا السفري في هذا الموضوع، ولكن حدود الساعه راه مازال ما كاين والو الاخوان. انا نقول لكم بعض الصفحات تكلموا وربطوا هاد الشيء بعودة سفري الراجا، راه حنا دوينا عليها في اللايف البارح. لعقلتو راه كنت واحد الوقت قلت لكم هاد الشيء ديال سفري قدم استقالة ديالو، المباركي قدم استقالة ديالو، حنا كنعرفو ان سفري واحد الوقت شد الراجا وكان المساعد ديالو هو المباركي. شي ناس ربطوا هاد الاستقالة ديال سفري وديال المباركي انهم غادي يجيو يشدوا الراجا. حاليا راه ما كاينش شي حاجه رسميه الاخوان، ما كاينش شي حاجه رسميه ان السفري غادي يجي يشد الرجاء. لا كان شي جديد ولا غير مفاوضات غير فاتحوه، راه غادي نحط لكم الفيديو الاخوان، وشكرا لكم والله يعاونكم.